والآن أدعو السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور الكريم، بداية أود أن أرحب بكم مجددا في حفل افتتاح النسخة السابعة لمؤتمر إيجيبس في ثوبه الجديد تحت مسمى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، لنشهد سويا نسخة استثنائية يتحول فيها مؤتمرنا هذا إلى منصة أكثر شمولا تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة. ومن هذا المنطلق تنعقد هذه الدورة تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات. كما يطيب لي أن أتقدم بخلص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطفت رعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الجلسات الافتتاحية على مدار الدورات السابقة بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام، مما يعكس ثقة فخامته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر. السيد الرئيس، الحضور الكريم، ينعقد مؤتمر إيجيبس هذا العام في خضم سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار نجح قطاع البترول المصري خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها. وقد واصل كوب 28 والذي تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة البناء على تلك المكتسبات. لم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة، بل كانت نتاجاً لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. السيدات والسادة الحضور، يقوم قطاع البترول بدوره في تأمين مصادر الطاقة في مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم في إضافة قصص نجاح جديدة من أهمها عدد من الإجراءات والمبادرات تضمنت توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60%، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، 70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة، تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022. التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول، مما ساهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء. وفي ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة التحول الطاقي، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وإفريقيا. وفي مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام. الحضور الكريم، مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين، والتي تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع. وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال. وفي إطار رؤية السيد الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي. وبالتوازي مع جهود العمل المناخي، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030، وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار. وقد رعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات في المراحل المختلفة لتنفيذها. وفي إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسية المصرية، وانطلاقاً من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليط الضوء على شواغل القارة الإفريقية المتعلقة بقضية تغير المناخ، تفرد النسخة الحالية من المؤتمر فاعلية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها القارة. وعلى أعتاب فترة رئاسية جديدة، تستعد الدولة المصرية لمواصلة ما حققته من إنجازات ومكتسبات على مختلف الأصعدة على مدار السنوات السابقة، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، سعياً لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. ومن هذا المنطلق انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة. فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، لقد عهدنا مؤتمر إيجيبس منصة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة، ونتطلع إلى مزيد من النجاح للمؤتمر في ثوبه الجديد بما يلبي طموحاتنا لعبور مرحلة التحول الطاقي. وكما أشرنا إلى رحلة القطاع نحو التحول الطاقي، فقد سعينا إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشري من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها البرنامج القيادي لتطوير الإدارة العليا والذي يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر القيادية والذي يستهدف مساعدي رؤساء الشركات للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات. وفي ضوء اهتمام سيادتكم بتمكين الشباب كركيزة أساسية في خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، فقد سعينا لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، حيث شرعنا في 2018 في سابقة في تاريخ القطاع في تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعياً لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التي تشهدها صناعة الطاقة عالمياً. وقد اتبع البرنامج منهجية فعالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة، وتتضمن عدد من المراحل لاختيار أفضل العناصر لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق قياس القدرات الإدراكية والتحليلية وتقييم السمات الشخصية والمهارات القيادية، إلى جانب
عقد المقابلات الشخصية، كما تم توفير فرص تدريب خارجي لأفضل العناصر من مرشحي البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة والتعرف على أحدث نظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات. وانتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابي في هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء. وفي الختام أود أن أتقدم مجدداً بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف سيادته لحفل الافتتاح ورعايته الكريمة للمؤتمر، كما أتوجه بالشكر لشركائنا على مشاركتهم لنا في هذا المحفل المميز، وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز. وأنني أتطلع إلى أن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً، متمنياً لضيوفنا الكرام إقامة طيبة ولمصرنا الحبيبة كل الخير والتقدم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.